هسه نجي نشرح الانتي بايروتيك اكتيفيتي. البلادي تمبريتشر من نسوي لها ريجوليشن الهايبوثالاموس داخل الدماغ which acts as thermostat منظم حراره ensure the balance between the heat loss and heat production. زين under conditions that induce fever من راح يطلع عندنا الليكوتراين is released in the hypothalamus. هذا الليكوتراين ايش راح يسوي؟ راح يسوي activation للفوسفولايبيز A2 اللي اتفقنا مسبقا انه الفوسفولايبيز A2 يسوي لي فري ارشيدونيك اسيد، فراح يسوي لايبريشن للارشيدونيك اسيد فروم فوسفوليبيدز ويعطيني سيجنال للكوكس يقول له تعال ترى عندي فري ارشيدونيك اشتغل لي عليه، راح يشتغل الكوكس على هذا الفري ارشيدونيك يعطيني بروستاجلاندين A2. هذا البروستاجلاندين A2 للاسف بالهايبوثالاموس راح يزيد لي السايكليك ادينين مونوفوسفيت، بالتالي بسبب زياده السايكليك ادينين مونوفوسفيت راح يزيد لي تريجر ان انكريز ان ذا بودي تمبرتشر، تصير هاي الحراره بالجسم عن طريق الانكريسنج مال هيت جنريشن والديكريسنج مال هيت لوس. مدى اقدر اخسر حراره تزيد الجنريشن فقط. دراجز ذات ريدوس فيفر، هاي النقطه كلش مهمه لازم نحفظها من هالسنين بعدين راح نحتاجها. الدراج اللي ريدوسنج يسوي للفيفر تقلل الفيفر نيد تو كروس بلاد برين بارير and enter CNS، لازم تشتغل centrally since انه الفيفر مالتنا جاية من الهايبوثالاموس. الانتيبايوريتيك اكتيفيتي عندنا النسايد help to lower temperature، انه شو تسوي؟ تسوي inhibiting the synthesis مال البروستاجلاندين A2 in the hypothalamus، بالتالي راح تقل الحرارة. Once this has been accomplished the temperature lowering mechanism in the body take over، بس نحصل هذا التأثير إنه قللنا البي جي اي راح يبلش الجسم عنده أيضا ميكانيزم يقلل فيه الحرارة. ميكانيزم مال الجسم إنه يتوسع الأورد الأوعية الدموية dilation of peripheral blood vessels وكذلك التعرق السويتينج. الانالجيسيك اكتيفيتي أيضا نجي نشرحها. قال لك several prostaglandins include prostaglandin E1 وprostaglandin E2 شي يسوون sensitize، راح يحسسن النيرف endings to pain mediators اللي من إن البين ميدياترز البرادكينين والفايف هيدروكسي تريبتامين اللي هو نفسه أعتقد السيروتونين. فإذا أتحسس البرادكينين والسيروتونين حيصير عندي إشارة ألم بسبب وجود البروستاجلاندين E2 والبروستاجلاندين E1. شغلها النسايد هنا سوي إنهيبيشن للسينثيسز مال بروستاجلاندينز E2 E1، فبالتالي راح تقلل لي السنسيشن أوف بين. نسايدز آر إفكتيف أجينست the pain associated with شنو انواع الالم اللي يشتغل عليها النسايز؟ arthritis, bursitis, pain of muscular or vascular origin, toothache, dysmenorrhea, cancer mastitis in the bone يعني عمليه تطور الكانسر داخل العظم، نمو كانسر بالعظم. زين نسايز are also effective against headaches by diminishing the vasodilation اللي they induced by they يصير بسبب البروستاجلاندين and several blood vessels. يعني البروستاجلاندين هاي اللي موجوده بالدماغ بس بالبلود فيزلز بالاوعيه الدمويه مالت الدماغ ده تسوي الفازو دايليشن، يعني اعرف ان الفازو دايليشن يسوي هيدك، فانا سايد راح اجيبها اقلل البروستاجلاندين يقلل الفازو دايليشن يروح الهيدك. نجي على انتي انفلاماتوري اكتيفيتي. نسايدز ريدوس ذا كومبوننتس اوف انفلاميشن اند اميون ريسبونس ان ويتش بروستاجلاندينز بلاي رول، يعني راح تقلل دور الانفلاميشن ودور الاميون ريسبونس اللي يخص البروستاجلانديز اللي هو قلنا شنو بروستاجلانديز شو تسوي هي والليكوتراينز الفازو دايليشن والإدما والبين كلها راح يقلل من استعمل نسايد. كوكس انهيبيتورز دو نوت ريفرس تيشو دامج ريزولتينج فروم كرونيك انفلاماتوري كونديشنز، يعني اذا عندي كرونيك انفلاماتوري كونديشن هي اصلا صاير دمج بالتشو، الكوكس انهيبيتور ما راح يعكس لي هذا الدمج بالتشو ولا راح يعالجه، مجرد راح يقلل السبب مال دمج، مجرد راح يقلل الانفلاميشن اللي يسوي لهذا الدمج. مثل منه هاي الكرونيك انفلاماتوري كونديشنز الروماتويد ارثرايتس اللي هي عباره عن انفلاميشن بالساينوفيال فلويد اللي موجود بين المفاصل، والاوستيو ارثرايتس ده هذا يصير بالكبار بالعمر انفلاميشن ممكن يسوي كارتليج ديستراكشن اللي هو تحطيم بالغضاريف عاده اكبر من 50 سنه، فاسيكولايتس اللي هو بالبلود فازلز خاصه السمول، والنيفرايتس بالكيدني. فمثل ما اتفقنا انه لايبوكسيجينيز انهيبيتورز بروف مور بينيفيشال ذيس ريجارد، يعني شو تسوي؟ تقلل البروجريشن مال هاي الكرونيك النسز، ما راح تقلل التشو دامج اللي صاير لانه بس تقلل الانفلاميشن. زين الجي اي تي افكتس مالتنا شنو؟ يقول لك مين سايد كوز غاسترو انتستينال ابسيت اند سم مي كونتريبيوت تو غاستريك السر فورميشن، بعدها سوى غاستريك السر فورميشن. شرحنا سابقا انه
الكوكس 1 اللي موجود بالمعدة ينتج لي بروستاسايكلين. البروستاسايكلين وظيفته بروتكتيف للمعدة، فاذا اذا اني اجي ثبطت الكوكس 1 راح اثبط الفتشي بروتكتيف للمعدة، فراح يصير عندي هاي الالسر وهذا الانفلاميشن بالغاستريك ميوكوسا. This is based on two pharmacological factors. شنو الفارماكولوجيكال فاكتورز؟ اول شيء most nucides are organic acids، عبارة عن حوامض عضوية. And the low pH of stomach, especially when empty، خاصة من المعدة فارغة باللو pH. These organic acids تعتبر uncharged، زين هي acid والوسط مالتها acid، فراح تكون uncharged وتعبر بسرعة وتتجمع بالميوكوسال سيلز where they become ionized عندما يتأين هناك. And then present in the cells at high concentration. فش راح أسوي؟ راح تأذيها هاي السيلز مال الغاستريك تيشوز، بحالة انه خاصة لمن ماكو عندك طعام راح تصير وسط مال معدة حامضي، هو اصلا حامض فراح يصير ان ايونايزد، اي شيء ان ايونايزد يقدر يعبر، فعبر وصل للخلايا هناك بالخلايا تأين، جمع بالخلايا بتراكيز عالية فسوالي دمج لهاي الخلايا. For example at pH 1 carboxylic acid pK مالته 4 would be only 1% ionized. يعني دا يعطيني مثال انه هذا الكربوكسيليك هو اسيد حامض، يعني عبارة عن حامض عضوي، هذا نسبة التأين مالته بال pH اللي واحد القليل من اللي مال معدة قليلة جدا 1% بس او 0.1%، فراح يعبر خلال الانسجة وراح يتجمع بالخلايا لانه يكون unionized. Thus these agents potentially can cause direct damage to those cells. Prostaglandins عفوا E2 and I2 اللي هن البروستاسايكلينز، E2 والI2 يسميها البروستاسايكلينز، are produced by gastric mucosa، واتفقنا انه هن cytoprotective يحمل الخلايا. These prostaglandins inhibit the secretion of HCl فيقلل من هاي الحامضية اللي تأذي المعدة and stimulate the secretion of mucus and bicarbonate، فهذه كلها protection، اذا انا دا زيد الميوكوس وزيد البايكربونات وقلل سي ال كله يعتبر protect للميوكوسال سيلز. Nucides that inhibit production of these nucides راح يسوي inhibition لهاي البروستاسايكلين، فبالتالي leave mucosal cells more exposed to ulcerative effects، راح يخلي الميوكوسال سيلز اكثر عرضة لهاي التأثيرات اللي تكون ulcerative قيحية خلينا نقول. زين،